السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعون فيها. الصحفي دداه عبد الله يسحب شكواه من رئيس مبادرة إيرا خلال وقائع جلسة محاكمته بولاية نواكشوط الجنوبية. تتويج الرئيس الموريتاني بجائزة مانديلا للأمن من بين أزيد من 3400 شخصية رشحت لها. أمسية في العاصمة نواكشوط تأبينا للرئيس العراقي الراحل صدام حسين بمشاركة عدد من الباحثين والأساتذة الجامعيين. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. سحب الصحفي دداه عبد الله شكواه من رئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية إيرا نائب البرلماني برام الده عبيد، وذلك خلال وقائع جلسة محاكمته التي انعقدت الاثنين. وكان برام الده عبيد قد اعتقل منذ أزيد من 4 أشهر إثر شكوى قدمها ضده الصحفي دداه عبد الله، حيث يتهمه بتهديده وتحريض أنصاره عليه. أعتقد أن الهدف كان من الشكاية هو إحقاق الحق، والسيد برام تم مذوله أمام المحكمة اليوم، وبالتالي أعتقد أن الرسالة اللي كنا نقصده من هذه الشكاية قد وصلت، وتم تحقيق الهدف وهو إظهار أن هناك ظلم وأن هذا الظلم يجب أن يعاقب، وبالتالي أمام المحكمة قررت أن يسحب الشكاية لأن يكفي هذا لإبلاغ ما كنا نريد إبلاغه. هذا وكان العشرات من أنصار رئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية إيرا برام الده عبيد قد احتشدوا أمام المحكمة قبل مثوله أمامها، ويصف محاموه ملف محاكمته بأنه سياسي. هي قضية كل المساطر التي اتبعت فيها مساطر ظالمة، بدءا بالحبس الاحتياطي الذي نصت عليه المادة 108 من قانون إجراءات جنائية على أنه إجراء استثنائي لا يلجأ إليه إلا إذا كانت تدابير التحقيق الأخرى غير كافية لإحضار المتهم، ومن المعروف أن المتهم ليس لا شخص المتهم مما يستوجب حبسه تحفظيا، ولا الوقائع أيضا تستدعي حبسه تحفظيا، ولذلك هذا الحبس كان حبسا تحكميا ظالما تعسفيا. نطالب بإطلاق سراح نائب برام الده العبيد الذي ظلم وحبس حبسا تحكميا. النظام الآن يتشدق بتحضيره لمسيرة لنبذ الكراهية، الطريق إلى نبذ الكراهية هو إطلاق سراح الزعيم برام الده العبيد. لا شان المفصل، حيث توج الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز بجائزة مانديلا للأمن للعام 2018، وهي الجائزة التي تقدم من طرف معهد مانديلا الدولي للتفكير الاستراتيجي. وقد اعتبرت لجنة التحكيم التكريم تعظيما لرؤية الرئيس الاستراتيجية والأمنية وتزكية لنشاط قالت إنه جدير بالثناء خدمة للقارة الإفريقية. وقد رشحت للجائزة 3457 شخصية دولية، وتتكون لجنة تحكيمها من وزراء وسفراء وضباط سامين سابقين وشخصيات من المجتمع المدني الدولي، إضافة إلى خبراء في شؤون إفريقيا. أطلقت النقابة الوطنية للمعلمين مؤتمرها الوطني الخامس في العاصمة نواكشوط، وينتظر أن تنتخب في ختام أعماله أمينا عاما جديدا لها ومكتبا تنفيذيا يتولى قيادتها خلال السنوات القادمة. ويناقش المؤتمر المنظم على مدى يومين بنواكشوط تحت شعار التعليم قضية مجتمع، يناقش واقع وتحديات التعليم في موريتانيا. لقد كلفتموني بقيادة هذا الإطار النقابي الصامد الصادق طوال مأموريتين وعلى مدى 8 سنوات، كنتم جميعا
خير سند لي ولرفاقي في القيادات الوطنية والجهوية والمحلية، وإنني لألتمس منكم اليوم دون أن يكون وراء ذلك أبسط تقاعس ولا تراخ ولا تهاون في خدمة النقابة الوطنية للمعلمين، ألتمس منكم انتداب أحدكم وكلكم أكفاء ليواصل المسار في ظرف لا شك أنه سيكون بحول الله وقدرته ظرف جني الثمار لكل عمل وطني بناء، وأن تتقبلوني جندياً مسلحاً بالقناعة والصبر والمزيد من التضحيات. في ذات السياق، دعا الأمين العام الأسبق للنقابة الوطنية للمعلمين عبد الله الصالح المحمد لقمان إلى مضاعفة الجهود في سبيل إيجاد حل للمشاكل التي تواجه المعلمين في موريتانيا. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاح أعمال المؤتمر الخامس للنقابة الوطنية، حيث تحدث عن دور نقابات التعليم تجاه المنخرطين فيها. إن النقابة الوطنية للمعلمين التي حملت رغم الظروف ورغم الأشواك ورغم الصعاب التي تعاني منها منذ إنشائها حتى اليوم وما زالت مستمرة في النضال، يتطلب منا أن نضاعف الجهود من أجل حل هذه المشاكل ومن أجل أن نصل بالمعلم بالمدرس إلى وعي يمكنه من أن يكتشف ضرورة التنظيم النقابي وضرورة العمل الجاد، لأن النقابة تستمد قوتها من المناضلين الذين سيكونوا في إشارتها عندما تطلب منهم الوقفة الاحتجاجية أو إضراب إلى غير ذلك. فهذه هي الوسائل، وهذه الوسائل لن نتمكن منها إلا بوحدة المعلمين واستعدادهم وتضحيتهم ووعيهم النقابي من أجل ذلك. هنيئا لكم أيها مناضلي النقابة الوطنية للمعلمين، وشكرا لكم على هذا المسار. أبنت ماجدات شنقيط خلال أمسية في العاصمة نواكشوط الرئيس العراقي الأسبق الراحل صدام حسين في ذكرى رحيله 12 تحت شعار جريمة اغتيال الشهيد صدام حسين وتداعياتها على الوطن العربي. وناقشت الأمسية محاور مختلفة حول دور الرئيس الراحل وأبعاده السياسية والدبلوماسية، إضافة إلى الأبعاد القانونية لاغتياله. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي. نساء ماجدات الشنقيط ينظمن بنواكشوط أمسية ثقافية وفكرية احتفاء بذكرى 12 لرحيل الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين تحت الشعار جريمة اغتيال الشهيد صدام حسين وتداعياتها على الوطن العربي. ويقول مشاركون إن العالم العربي والإسلامي يعيش في سبات عميق بفعل تخاذل العديد من الحكام العرب، مشيرين إلى أن رحيل الرئيس العراقي كان حدثا أليما للعالمين العربي والإسلامي. إسرائيل عنها تعود سفارتها في القدس، الناس نايمة ما حركش، والضمير مات، ما في حد يتكلم، وحكام العرب كاملين خانعين ومادين رقابين، ونكشحت العورات شفنا ذاك كامل اللي كان خان، وخشيت شكلة دمية في كل مكان. يا إخوان، هذا اللي خلق على صدام حسين ما هو خافي على حد، به اللي اظهر عن هذا الرجل انه كان متميز، كيف قالت مريم قبيل انه كان واحد من العصر الاندلسي، وكان واحد من ذوك القاده الحقيقيين اصحاب الضمير واصحاب المبادئ والناس اللي حق اللي على المستوى. أبعاد مختلفة، بعضها داخلي له ارتباط وثيق بواقع الوطن العربي، وخدمة لأجندات إيديولوجية هدفها إجهاض المشروع العربي، عوامل يقول مشاركون هنا إنها كانت سببا في اغتيال الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. بأن المشروع القومي الذي قاده صدام حسين رحمه الله تم إجهاضه لسببين نتيجة بعدين رئيسيين. البعد الأول هو بعد داخلي يتعلق بواقع الأمة العربية وعلاقة الأمة العربية بهذا المشروع.
وحضر الأمسية ساسة ودبلوماسيون وأكاديميون موريتانيون، كما رفعت خلالها الأعلام العراقية على ألحان موريتانية من أداء الفنانة المعلومة بنت الميداح في خصال الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. في ذات السياق قال الأستاذ الجامعي الدكتور النان وللمامي إن انهيار النظام العراقي لم يؤثر على العراقي فحسب، وإنما على بقية وحدات النظام الإقليمي العربي، مضيفا خلال ندوة بنواكشوط أن العلاقة بين مكونات الدول القطرية بدأت تتفكك وتفقد الثقة، وحصل مستوى من الصراع الذي أدى إلى شيوع حالة من الترهل. طبعا هذا الانهيار سيؤدي في النهاية إلى التأثير ليس فقط على العراق كقطر، وإنما على بقية وحدات النظام الإقليمي العربي. فسنجد أن العلاقة ما بين مكونات الجماعة الوطنية داخل الوحدة اللي داخل الدول القطرية بدأت تتفكك، بدأت تفقد الثقة، لأن هناك عوامل تغذية هذه فقدان الثقة. وفيما بين الوحدات ذاتها أيضا بدأ هناك أن هناك نوع من التصارع، وبأن هناك نوع من الخوف من بعض أدى أيضا إلى ترهل. قالت الإعلامية مريم بنت مود رئيسة مركز الهدف لخدمات الإعلام والاتصال إن استشهاد الراحل صدام حسين شكل اختفاء للشخصية الرمز على مستوى الحكومات والشعوب العربية، مضيفة أن الراحل كان يتدخل لتسوية مختلف المشاكل والخلافات في الوطن العربي. اختباء الشخصية الرمز على مستوى الحكومات والشعوب التي كانت تتدخل لحل كل المشاكل، كان صدام حسين حاضرا في كل المشاكل السياسية سواء على مستوى الدولة أو على مستوى أيضا المجتمع. كان في المخيمات الفلسطينية حالا لكل المشاكل السياسية، كان صدام حسين عند كل التعازي وكان معوضا لكل والد ولكل أسرة، كان صدام حسين موجودا كشخصية رمز تحل المشاكل المادية والاجتماعية والاقتصادية لا على مستوى الشعوب وإنما أيضا على مستوى الأسر والأفراد، وهذه الأسر تأتمت على نطاق واسع في الوطن العربي بصفة عامة. إذن الفقر من أبرز سمات اختفاء صدام حسين. تراجع المستوى التصنيفي لبعض الدول العربية التي ناصرت الحرب ووقوعها في مشاكل داخلية بعضها تسبب في انهياره، وآخرون ما زالون يعانون من انعكاس هذه الوضعية أيضا كان من أبرز سمات استشهاد صدام حسين. إلى شأن مفصل، حيث اختتم اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين مهرجانه 12 في العاصمة نواكشوط بمشاركة عدد من الشعراء والأدباء يمثلون بلدانا عربية وإفريقية مختلفة. وقد استمرت أعمال المهرجان المنظم تحت شعار الأدب والثقافة الدبلوماسية الناعمة 3 أيام، ونظمت على هامشه ندوات وأماس شعرية. التفاصيل نتابعها ضمن هذا التقرير. على وقع هذه التراتيل الشعرية وضع اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين مهرجان الأدب الموريتاني في نسخته 12 على سكة النهاية، وقد كان الشعر مسك الختام من شعراء بلاد المليون شاعر. أمي لا تسألي إن هزني الطرب ماذا دهاك فما في نشوتي عجب، هذه أمامي بغداد وطالعها سعد الفتوح وذي أرماحه الشهب أزورها، وفؤادي راقص ذمل وكاد قبلا بلاج النصر ينتحب خوفا على الأرض أن تدمى مفاصلها وأن يعشعش في أوصالها الجرب. ومن شعراء آخرين من مختلف الأقطار العربية كأنهم عادوا ليذكروا من بلاد الشعر بأن الشعر ديوان كل العرب. لا أريد الموت إلا باسما كابتسام السحب للأرض انهمارا، صوته الحنان لم يشبه سوى مصطفى إسماعيل إذ يتلو القصارى، لم أكن
قبل عصور تاجراً أشتري من ساحل الهند البهارة. لم أكن رغم جنوني ساحراً أجعل الرملة إذا شئت نضارة. لم أكن إلا صبياً أسمراً يسبق المهرة فتختال المهارة. وكما شغل الشعراء الحيز الأكبر من حفل الختام إحياءً له بإلقاءاتهم، شغل أيضاً تكريمهم الحيز الأكبر من مراسيم الختام، حيث كرم المشاركون من مختلف البلدان، من مصر، من الإمارات، ومن السودان، ومن بلاد المغرب العربي، ومن شعراء إفريقيا السمراء. فرصة انتهزها المشاركون والمنظمون ورؤساء الوفود للتعبير في كلماتهم عن سعادتهم بالمشاركة في المهرجان، خالعين على نواكشوط لقب عاصمة الشعر، وهي الكلمات التي انتهت بخطاب لوزارة الثقافة أعلنت فيه الختام الرسمي بعدما أشادت بالتنظيم والمضمون. وهنا أود استهلالاً أن أجدد الترحيب بضيفنا المكرمين، آملاً أن تكون أيام وليالي المهرجان رافد إمتاع وإفادة، متمنياً لهم أوبة غانمة وحسن منقلب إلى بلدانهم، بعد أن قضوا أياماً رائعة بيننا تحتضنهم قلوبنا وربوعنا. هذه الربوع المعطاء، إنها نواكشوط العاصمة الدائمة للشعر العربي كما سميتموها، بلدة طيبة ورب غفور. وكان اتحاد الأدباء قد أطلق الجمعة مهرجان الأدب الموريتاني دورة الراحل محمد كابر هاشم تحت شعار الأدب والثقافة دبلوماسية ناعمة، وتضمنت فعالياته تنظيم ندوات علمية وفكرية شارك فيها أدباء ونقاد من مختلف الأقطار العربية ومن بعض البلدان الإفريقية. نبقى في ذات السياق، حيث عرفت الأمسية الختامية لأعمال مهرجان اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين إلقاءات شعرية بالفصيح والشعبي لعدد من الشعراء، نتابع فيما يلي بعضا منها. أنا من مفردات التيه حرف تعطر بانتظار الما ورائي، حملت الأرض في رئتي طويلا أغني للسلام وللإخاء، وجئت مع الغروب حمام أيك، وجئت مع الغروب حمام أيك وزيتونا وحلما بالنماء، توضأت النجوم بماء وجهي وصلت ركعتين على ردائي. يجوب صحراءه الحمراء حاملة أكتافه الحدب أكواما من الضجر، فكنت غيمة حظ حين أبصرها تفتحت في الحشا أنشودة الزهر. وما يزال فم الأيام، وما يزال فم الأيام ينهل ما بكفك احتلبت من نعمة القدر. الشعر محرابه صلى إلى زمن معمد بالنقاء المحض والسور، فاسرح خيالك في حقل الكمال فلم يشبع خيالك سحر الجفن والشعر. بمدح رسول الله حبي تجسدا، لبست به الإخلاص تاجا زبرجدا، بحب رسول الله تسمو قصائدي وأسمو بها فوق البرية فرقدا. إذا الغرب في يوم أساءت رسومه فلن يبلغ المطلوب لو جاوز المدى. رويدك قف يا غرب يكفي جهالة، أتحسب أن لن نصون محمدا؟ أتحسب أننا نستكين ودونه نموت ولا يؤذى فنحن له الفداء؟ أخيار البلاد بلدنا والفوق كان المعمورة مكان كون قلدنا ولقعدنا في الدور، شنقيط وسون ونول ثار فيه والأخوة والدين فيه والمروة والمسي الدار معمورة، والحاد وسوى من هو يعود قدوة مشهورة، وسوى مخليه الدوة وسوى مخليه خطور. مدح رسول نقول ويجول ذهني فيه على عرض وطول، وذاك اللي لاهي فيه نقول قط نقا ولاهي مازال ينقا، وهذا شي مجبول عليه الخلق وشي محال، ولاهي مش معقول يوفى أحد شي خالق ينقا،
ما حد شي ينقال خالق، والقوال اللي يقول شي خالق، والمقصد مجال واسع ما قطوك حمسبول من لو صافي طاه لجلال. أنا يا صلاة العارفين بوخزهم محض افتتان البن بالفنجان، لي في يوحنا المعمدان قداسة الخبز الفقير بحضرة الصلبان. يا ذات كم مطرا هجست وكم رؤى ستعيد شرح الله للإنسان. شهد عام 2018 العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والرياضية في موريتانيا، ونبدأ أولى نوافذنا بهذه المناسبة بنافذة على أبرز الأوضاع السياسية التي شهدتها موريتانيا، والتي تعتبر الانتخابات البلدية والجهوية والتشريعية من أهمها. شهد العام 2018 العديد من الأحداث السياسية الهامة، يأتي في مقدمتها تنظيم الانتخابات البلدية والتشريعية والجهوية، حيث حقق حزب الاتحاد من أجل الجمهورية فوزا ساحقا أحرز من خلاله أغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية، واستولى بشكل كلي على المجالس الجهوية ورئاستها، كما حصد أكبر نسبة من البلديات. وكانت بداية السنة قد شهدت حركا سياسيا حذرا تمثل أساسا في نقاش سياسي واسع جراء وصول الحوار السري بين أحزاب الأغلبية والمعارضة إلى طريق مسدود فجر 14 من إبريل 2018. بعدها بأسبوع تم تشكيل لجنة مستقلة للانتخابات، وبعد أشهر من تعيينها تم استبدال رئيسها، حيث تم اختيار أحد أهم القيادات في قطب الشخصيات بالمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، الدبلوماسي والوزير السابق محمد فالو البلال لرئاسة اللجنة، وهو القادم من منتدى المعارضة. ونظمت الانتخابات في سياق عملية مراجعة سياسية كبيرة يجريها الحزب الحاكم بقرار من الرئيس لإصلاح الحزب وتطوير أدائه وإنهاء الثنائية والانقسام فيه، حيث شهد أكبر عملية انتساب ينظمها الحزب، وصل فيه انتسابه رقما قياسيا غير مسبوق في تاريخ الأحزاب، إذ قرب عدد المنتسبين الرقم الكلي للائحة الناخبين المسجلين في البلاد. وشهدت الأشهر الأخيرة من السنة إعادة تشكيل الحكومة، حيث تم تعيين وزير أول جديد ووزير دفاع جديد هو قائد الأركان السابق الفريق محمد ولي الشيخ محمد أحمد. وجاء هذا التعيين في ظل تغييرات كبيرة، من بينها إجراء تغييرات في قيادة النواة الصلبة للنظام تطال إعادة انتشار وتعيينات في قيادة أركان الجيش. إلى الشأن الفلسطيني، حيث وصفت الهيئة الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني عام 2018 بالأسوأ على مستوى انتهاك حقوق الشعب والإنسان الفلسطيني. ودعت الهيئة الفلسطينية خلال مؤتمر صحفي لها المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته وتنفيذ القرارات الصادرة عنه والتي تضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. التفاصيل في سياق التقرير التالي. في نسخة مؤتمر صحفي اختارت له فناء بيت الصحافة في مدينة غزة ورصدت محتواه لتلخيص الانتهاكات التي تعرض لها الفلسطينيون خلال عام 2018. صنفت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني حشد العام 2018 الأسوأ على مستوى انتهاك حقوق الشعب والإنسان الفلسطيني. إن العام 2018 يعد الأسوأ على مستوى انتهاكات حقوق الإنسان. تصنيف شفعته الهيئة بمطالبة المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته وتنفيذ ما صدر عنه من قرارات تضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك القرارات التي تؤكد عدم شرعية الاحتلال والاستيطان. كما دعت الهيئة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى تحويل قرارات القمم العربية والإسلامية إلى إجراءات عملية لحماية الحقوق الفلسطينية ودعم نضال الفلسطينيين لإسقاط صفقة القرن ومنع ما سمته التطبيع المجاني مع الاحتلال.
الهيئة الدولية حشد حضت في مؤتمرها القيادة الفلسطينية على إعادة النظر في مسلك المفاوضات مع الاحتلال ووقف المراهنة على مسار التسوية وإحالة جرائم الاحتلال إلى محكمة الجنايات الدولية. مهيبة بالرأي العام والشارع الشعبي والساحة المؤسسية والمستوى الرسمي إلى تعزيز ودعم حملات التضامن مع الشعب الفلسطيني ومقاطعة وعزل الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة سياسيا واقتصاديا وثقافيا وأكاديميا، معززة بالدعوة إلى تفعيل دور الدبلوماسية الفلسطينية على المستوى الإقليمي والإسلامي والدولي في فضح انتهاكات الاحتلال، ومطالبة عبر منبر المؤتمر مؤسستي الرئاسة والحكومة لاستثمار الجهود المصرية واعتماد القرارات الواضحة ابتغاء تخفيف ودرء العقوبات الجماعية عن قطاع غزة المحاصر. قبل أن تختتم خطابها بتوجه إلى قوى وفعاليات الشعب الفلسطيني، ملقية في روعها أن تنهض بواجب حماية المصالحة وترعى مسؤولية الوقوف في وجه أي محاولة للانفصال. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها. الصحفي ضداء عبد الله يسحب شكواه من رئيس مبادرة إيرا خلال وقائع جلسة محاكمته بولاية نواكشوط الجنوبية. تتويج الرئيس الموريتاني بجائزة مانديلا للأمن من بين أزيد من 3400 شخصية رشحت لها. أمسية في العاصمة نواكشوط تبيانا للرئيس العراقي الراحل صدام حسين بمشاركة عدد من الباحثين والأساتذة الجامعيين. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك ظاهرة على الشاشة. دمتم في أمان الله.